الرئيس السيسي يواجه بالتعاون مع مجموعة مارسك لإنشاء شبكة وطنية لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكري يستعرض مع ناظره الهولندي رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. الصين تنتقد تصريحات الرئيس الأمريكي بأن واشنطن ستدافع عن تايوان ضد أي هجوم صيني. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في التعاون مع مجموعة مارسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، وذلك اعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس مجموعة مارسك العالمية للنقل البحري سورينسكو بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حيث استعرض رئيس مارسك مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجموعة مارسك العالمية للنقل البحري السيد سورينسكو بحضور السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد هاني النادي ممثل المجموعة في مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التعاون المشترك مع مجموعة مارسك العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن. وقد وجه السيد الرئيس بالبدء في التعاون مع مجموعة مارسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن اعتماداً على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة للتحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة، وفي ضوء سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى الممر الملاحي لقناة السويس الذي يمثل الشريان الأساسي للتجارة العالمية. من جانبه أعرب رئيس مجموعة مارسك العالمية عن تقديره لمسيرة التعاون الممتد مع مصر من خلال هيئة قناة السويس، خاصة ما وصلت إليه الهيئة من تطور ومواكبة لأحدث التقنيات الحديثة وما تحققه من تطوير وتحديث مستمر لقناة السويس وبنيتها التحتية، مما يجعل مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لإمداد وتموين السفن بالوقود الأخضر في المنطقة، مستعرضا مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار، والذي سيوفر أكثر من 100,000 فرصة عمل في مختلف التخصصات. وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومجموعة مارسك، لاسيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحري واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحرية. وفي شأن آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة العسكرية والدفاعية. وخلال استقباله لوزير الدفاع الهندي راجناث سينغ بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الهندي السيد راجناث سينغ، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك السيد أجيت جوبتي سفير الهند بالقاهرة، والسيدة نيفيديتا شوكلا وكيل أول وزارة الدفاع الهندية، والسيد ألوك توراي سكرتير خاص وزير الدفاع الهندي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي،
مشيرا سيادته إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات. من جانبه نقل وزير الدفاع الهندي إلى السيد الرئيس تحيات رئيس الوزراء الهندي، معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنامي وازدهار، ومؤكدا اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة السيد الرئيس، فضلا عن الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب، الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره. وفي هذا السياق تتطلع الهند لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات. باشرت لجنة العفو الرئاسية عملها في ملف دمج المفرج عنهم، وتلقت عددا من الطلبات لمواقف المفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال. هذا وأكدت لجنة العفو أنها وحدها دون غيرها التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، وأنه لا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن. معي عبر الهاتف الأستاذ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ. سيادة النائب، كيف ترى قرارات لجنة العفو الرئاسي بدمج المفرج عنهم في المجتمع وتوفير فرص عمل أو عودة من البعض لأعمالهم؟ مساء الخير يا فندم، سيادتك وكل المشاهدين. قرار متميز جدا ووجهة نظر في عودة الناس لشغلهم ممتازة، الاندماج والتواجد في وسط العيلة وإن الواحد يلاقي شغله ومش يخرج من محبس كبير إلى محبس صغير مش عارف يتصرف فيه، فخطوة كويسة جدا، مجهود مشكور للجنة. وفعلا كلام اللجنة صح، لم يتدخل أحد، وأي حد يقول أنه تدخل في هذا الأمر فهو كلام غير صحيح. اللجنة بتعمل من أجل الناس اللي خرجت، وبتعمل من أجل يعني عملية الدمج للناس في شغلهم وفي حياتهم، سواء كان بالتصرف في أموالهم أو بالخروج إلى العالم الخارجي أو يسافر أو يلاقي لهم تعيش ليه ولولاده. خطوة ممتازة جدا وخطوة على الطريق الصحيح عشان المواطن اللي خارج ده يرجع يلاقي حياته الكريمة اللي يقدر فيها يقول أيوة فعلا أنا مع وطني. لكن الحقيقة أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، اسمحي لي، إن نفس المفرج عنه ده عليه واجب، عليه واجب إن هو يتعلم من اللي حصل ويدور على بلده ويهتم ببلده، وما يسمحش لحد إن هو يخليها تروح إلى طريق غير صحيح. عملية جميلة جدا إن احنا ندور على الدمج، شكر للجنة وللقائمين عليها، مبروك للناس اللي خرجت ومبروك لعودتهم لحياة طبيعية إن هم مواطنين طبيعيين. ونداء للجميع إن يلاقي حد عنده فرصة عمل، لأي حد فيهم، إنه يساعده في إنه يلاقي حياة كريمة وما يتبصلوش بصة غير صحيحة أو غير طبيعية، لأنه هو مواطن مصري قد يكون في وقت من الأوقات أخطأ، كلنا ممكن أي حد فينا يخطأ، لكن في النهاية لابد من إننا ندمج مع بعض وندور على مصلحة بعض وندور على البيوت بتاعتنا ونبقى موجودين مواطنين محترمين ندور على بلدنا ونهتم بيها. وشكر خاص طبعا للقيادة السياسية، لأن احنا بنشوف في كل وقت وفي كل محفل خروج للناس اللي هي الغارمين والغارمات، والعفو الرئاسي والعفو نتيجة لقرارات اللجنة حاجة عظيمة الحقيقة،
لصالح كل الناس، وبنتمنى المزيد، وبنتمنى الحب الوطني يترسخ في قلوبنا. أشكرك الأستاذ تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ. أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع بين مصر وصربيا. جاء ذلك خلال استقبال السفيرة الصربية في القاهرة ميروسلاف شيسوفيتش. وأعرب رئيس مجلس الشيوخ خلال اللقاء عن تطلعه لدعم العلاقات الثنائية على مختلف المستويات في ظل توجه القيادة السياسية لكلا البلدين وحرصهما على المزيد من التعاون لتحقيق مصالح الشعبين. من جانبه أكد السفير الصربي حرص بلاده على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر. شارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية. وسجل مدبولي كلمة تأبين أكد خلالها وقوف الشعب المصري إلى جانب الشعب البريطاني في هذه اللحظة الحزينة وتمنياته له باستمرار التقدم والازدهار. بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية اتجهت الأنظار إلى كيفية التعامل مع الوفاة ليكشف النقاب عقبها عن خطتين تم وضعهما منذ الستينيات من القرن الماضي، يطلق على الأولى اسم سقوط جسر لندن أو لندن بريدج داون، أما الثانية فهي يونيكورن. هذا وكشفت وثائق سرية عن التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة البريطانية في حالة وفاة الملكة، والذي تم بموجبها إبلاغ رئيس الوزراء، حيث أعلن من جانبه إطلاق العملية وبدء تنفيذ الجنازة. الزميلة مربت المليجي تطلعنا أكثر عن هاتين الخطتين. أهلا بكم. بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تتجه الأنظار إلى كيفية التعامل بعد الوفاة. هناك خطتان تم وضعهما منذ الستينيات من القرن الماضي، يطلق على الأولى اسم سقوط جسر لندن أو لندن بريدج إز داون، أما الثانية فهي يونيكورن. وتكشف وثائق سرية عن التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة البريطانية في حالة وفاة الملكة يتم بموجبها إبلاغ رئيس الوزراء، والذي يعلن إطلاق العملية وبدء تنفيذ الجنازة. فما هما هاتان الخطتان؟ الخطة الملكية المعروفة باسم سقوط جسر لندن هي خطة ملكية للتعامل مع وفاة الملكة في لندن. في الساعات الأولى التي تلي وفاة الملكة يتم إجراء سلسلة اتصالات لإبلاغ رئيسة الوزراء بخبر وفاة الملكة، وذلك بواسطة السكرتير الخاص للملكة. كذلك يتم إبلاغ عدد من كبار الوزراء وكبار موظفي الخدمة المدنية بالخبر عبر رسالة بريد إلكتروني مع سكرتير مجلس الوزراء. بعدها يتم تنكيس الأعلام لتصبح نصف سارية عند استلام هذا البريد الإلكتروني، ويتم ذلك في غضون 10 دقائق من وصول خبر وفاة الملكة. يتم تأجيل البرلمان والهيئات التشريعية المفوضة في كل من اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، وإذا لم يكن البرلمان الإنجليزي منعقدا فسيتم استدعاؤه. تعلن العائلة المالكة عن خطط لجنازة الملكة، والتي من المتوقع أن تقام بعد 10 أيام من وفاتها. في 10 من صباح اليوم التالي لوفاة الملكة يجتمع مجلس الانضمام، والذي يضم شخصيات حكومية رفيعة في قصر سان جيمس، لإعلان الملك تشارلز ملكا جديدا. تقام الجنازة نفسها في اليوم 10 من وفاة الملكة في كنيسة ويستمنستر أبي الملكية، ويكون هناك 2 دقيقتين من الصمت والحداد في جميع أنحاء بريطانيا في منتصف نهار نفس اليوم. تقام مواكب في لندن ووينسر، ويعقد أكثر من قداس إحالة في كنيسة سان جورج في قلعة وينسر، ويتم دفن الملكة في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية. هناك دائما خطة مطبقة في حالة وفاة الملكة في اسكتلندا، وهو ما حدث. تلك الخطة تسمى عملية يونيكورن. فما هي؟ هذه العملية تشمل تعليقا فوريا للأعمال في البرلمان الاسكتلندي حتى تتمكن السلطات من الاستعداد لجنازة رسمية. في حال وفاة الملكة في اسكتلندا، فإن البرلمان وقصر هوليرود هاوس المجاور وكاتدرائية سان جايز ستكون نقاط الاتصال الرئيسية لوسائل الإعلام وأيضا
للجمهور. سيعني ذلك أيضا أن جثمانها قد يسجى في هوليرود هاوس مع حمل نعشها بعد ذلك إلى الكاتدرائية في رويال مايل. سيتم بعد ذلك وضع جثمانها في القطار الملكي في محطة ويفرلي، وستبدأ رحلة أسفل الخط الرئيسي للساحل الشرقي وتنتهي في لندن، وستنفذ فترة حداد لمدة 10 أيام حتى يوم جنازة الملكة. التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مع وزير الدفاع الهندي الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد راجنات سينغ وزير الدفاع بجمهورية الهند والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والهندية في مختلف المجالات العسكرية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين. من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية الهند عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكلا البلدين. كما وقع السادة وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري تضمنت أهم الأنشطة التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعمها خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والهندية والسفير والملحق العسكري الهندي بالقاهرة. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، أسفرت جهود الوزارة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال أسبوع. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 593 عنصراً إجرامياً، ومصر عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 361 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 90 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1282 قطعة سلاح ناري، أبرزها 158 بندقية و127 بندقية آلية و68 مسدسا و929 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و100
وسبعون خزينة، إضافة لألف وستمائة وسبعين قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 585,295 حكما قضائيا، من بينهم 2,365 حكم جناية و 204,134 حكم حبس و 298,343 حكم غرامة و 80,453 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضموا 41 متهماً قاموا بارتكاب 63 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 78 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 107 متهماً، وتم إعادة ثمان سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1854 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها ما يقرب من 498.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وحوالي 1282 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 47 كيلوغرام، وضبط قرابة 8.5 كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو، إضافة إلى حوالي 13.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 17,478 قرص مؤثر و 48,047 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 53 مليون جنيها. كما تم ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 20 مليون جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 471 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 137 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 95 طنا، كما تم ضبط أكثر من 41 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية، من بينها 90 قضية خبز ناقص الوزن و63 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. اعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلعه لتعزيز مختلف ملفات التعاون الثنائي بين مصر وهولندا. وخلال لقائه مع نظيره الهولندي فوبكا هوكسترا على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اكد شكري على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، وخاصة في مجالات التحول الأخضر. كما استعرض شكري مع نظيره الهولندي رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 والمقرر عقده بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره البرتغالي جواو كرافينيو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن المحادثات عكست العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، والتي تتجلى في التعاون القائم في مجال التعليم
ممثلا في افتتاح الجامعة البرتغالية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومجال الصحة والتعاون الثلاثي في أفريقيا وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بالإضافة إلى دعم البرتغال لعملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر اقتصاديا وتنمويا. انتقدت الصين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده ستدافع عن تايوان ضد أي هجوم صيني. واعتبرت الخارجية الصينية تصريحات الرئيس الأمريكي حول تايوان انتهاكا خطيرا لسياسة واشنطن حيال الجزيرة، مؤكدة أنها تحتفظ بحق اتخاذ كل الإجراءات الضرورية. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عزم بلاده الدفاع عن تايوان حال تعرضها لعملية عسكرية من قبل الصين. وشدد بايدن على أنه بموقفه هذا لا يشجع الجزيرة على إعلان استقلالها، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى قرار تايبي. وكانت بكين قد عارضت بشدة الزيارة التي أجرتها للجزيرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي. وأجرت الصين بعدها تدريبات ضخمة استمرت أياما عدة في محيط تايوان. أعربت روسيا عن أملها في إحلال السلام في منطقة القوقاز عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى أرمينيا. وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن زيارة بيلوسي إلى بريفان مرحب بها إذا أسهمت في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. ولفت إلى أن النتيجة الحقيقية للزيارة ستظهر خلال الفترة المقبلة. حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رئيس أذربيجان إلهام علييف على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه مع أرمينيا. وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن دعا الرئيس الأذربيجاني إلى فض الاشتباك بين القوات العسكرية في إقليم ناغورنو كاراباخ، مشددا على ضرورة العمل على حل جميع القضايا العالقة مع أرمينيا من خلال المفاوضات بين البلدين. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. زيلنسكي يتعهد بعدم توقف القتال، والقوات الأوكرانية تعبر نهرا رئيسيا يمهد لهجوم على القوات الروسية في دونباس. تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بعدم توقف القتال الذي تخوضه أوكرانيا لاستعادة أراضيها. وجاءت تصريحات زيلنسكي في الوقت الذي قالت فيه كييف إن قواتها عبرت نهرا رئيسيا، مما يمهد طريقا لهجوم على القوات الروسية في منطقة دونباس بشرق البلاد. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف مع نظيرته الفرنسية سبل توفير الأمن لمحطة زابوريجيا النووية. وخلال مباحثاتهما شدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة وقف لقصف محطة زابوريجيا، كما طالب لافاروف بضرورة التحقيق في الهجمات المتكررة على المنشآت النووية. اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف موقع محطة نووية في جنوب البلاد. وأعلنت الشركة المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية قصف الجيش الروسي المنطقة الصناعية بالقرب من محيط المحطة النووية، مضيفة أنه وقع انفجار قوي على مسافة 300 متر فقط من المفاعلات النووية للمحطة.
ندد الكرملين بمزاعم حول العثور على مئات الجثث وعلى مقبرة جماعية في مدينة إزيوم بمنطقة خاركيف في شرق أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية. واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن هذه المزاعم تعد أكاذيب، لافتا إلى أن بلاده ستدافع عن الحقيقة في هذه القضية. وأضاف بيسكوف أن السيناريو ذاته حدث في بوتشا، وهي مدينة أوكرانية أخرى اتهمت القوات الروسية بارتكاب فظائع فيها، وهو ما تنفيه موسكو. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلنسكي بعيدة. وأكد غوتيريش أهمية خلق ظروف للتوصل إلى السلام وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على استعداده لتقديم خدماته للمساهمة في إجراء هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن انعقادها يعتمد على رغبة بوتين وزيلنسكي. أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت نحو 46% على أساس سنوي في الموسم الحالي حتى الآن، لتصل إلى نحو 6.5 مليون طن. وانخفضت صادرات الحبوب في أوكرانيا منذ بداية الأزمة بسبب إغلاق موانيها على البحر الأسود، وهو طريق رئيسي للشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط. وأظهرت البيانات أن وتيرة صادرات الحبوب ارتفعت حتى الآن في سبتمبر، لكن الأحجام لا تزال أقل بكثير من مستويات الموسم الماضي. أعلنت الحكومة الهندية أنها بحثت إمكانية تأسيس تبادل تجاري مع السعودية بالعملتين المحليتين روبية وريال في إطار جهود تعزيز الصلات الاقتصادية بين البلدين. ووضعت الهند ثالث أكبر اقتصاد في آسيا آلية لتسوية تحويلات التجارة الدولية بالروبية الهندية، مع التركيز على الصادرات لدعم التجارة العالمية والاستجابة لتزايد الاهتمام باستعمال الروبية لأغراض تجارية. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن خلال زيارته للهند في فبراير 2019 أن المملكة ستستثمر 100 مليار دولار في الهند. يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على سلطات طارئة من شأنها أن تجبر الشركات على تحويل مواردها بشكل سريع لحل أزمات الاختناقات في سلاسل الإمداد. ويعد المقترح جزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي للتجربة التي عاشها في ذروة تفشي وباء كورونا، عندما أوقفت الولايات المتحدة والصين تصدير اللقاحات وغيرها من المنتجات المهمة لصالح مواطني البلدين. وستجبر الخطوة المستوحاة من قواعد مطبقة أساسا في الولايات المتحدة الشركات على منح أولوية للسوق الأوروبية في الحالات الطارئة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مصادر الطاقة المتجددة هي المسار الوحيد الموثوق في سبيل تحقيق أمن حقيقي واستقرار في الأسعار في مجال الطاقة. وطالب غوتيريش بضرورة أن تزيد حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء العالمية من حوالي 30% إلى أكثر من 60% في عام 2030 و 90% في عام 2050.
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استعدادها لإجراء محادثات لتبادل السجناء لتحرير مواطنين أمريكيين محبوسين في روسيا. وأضافت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أن السفارة الأمريكية في موسكو لا تلتزم بأداء واجباتها الرسمية فيما يتعلق بمواصلة الحوار. وكانت روسيا قد أشارت إلى أنها منفتحة على تبادل للسجناء، مضيفة أن واشنطن لن تساعد جهود تنظيم التبادل للسجناء، ودعت إلى إجراء محادثات خاصة عوضا عن ذلك. اتفقت الصين وروسيا على تعزيز الثقة المتبادلة ودعم مسارات التنمية لكل منهما بما يتماشى مع ظروفهما الوطنية وحماية الاستقرار الاستراتيجي العالمي بشكل مشترك. وخلال الدورة 17 للمشاورات الأمنية الاستراتيجية بين البلدين، أشارت بكين إلى أن العلاقات المشتركة ازدهرت في السنوات الأخيرة بتوجيه من زعيمي البلدين. وأشارت الصين إلى أنها تواصل مع روسيا تعميق التنسيق الاستراتيجي، وأنهما يدعمان بقوة المصالح الجوهرية لبعضهما البعض، مما يثري تعاونا في مختلف المجالات. يتغير واقع الحياة بقرية بحر البقر 2 بمحافظة الشرقية بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة. استطاعت المبادرة الرئاسية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهالي القرية. هنا تغير واقع الحياة بقرية بحر البقر 2 بمحافظة الشرقية، فالمبادرة الرئاسية حياة كريمة استطاعت على مدى قصير تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لأهالي القرية. وها هي مبادرة أنت الحياة تتوج الجهود كأول فعالية موسعة تتضمن قوافل طبية وثقافية وفنية ل 35 ألف نسمة يستحقون حياة أفضل. احنا هنا جايين في مبادرة أنت الحياة دي تحت غرار مبادرة حياة كريمة لمبادرة فخامة الرئيس، ان احنا لازم نوصل للريف المصري ولازم ننزل لكل مواطن عشان نلبي له كافة احتياجاته. النهارده ربنا كرمنا واحنا جايين بناء على تعليمات معالي الوزير معالي وكيل الوزارة ان احنا جايين ومعانا 7 عيادات طبية هنا، معانا عيادة البطنة ومعانا عيادة الأطفال وعيادة العظام وعيادة الرمد وعيادة للتطعيمات كاملة، تطعيمات كورونا سواء جرعة أولى أو ثانية أو تنشيطية، ومعانا كمان عيادة لتنظيم الأسرة وعيادة للنساء. حضرتك احنا جايين هنا بالمجان، الكشف والأدوية كلها بالمجان، حضرتك ما فيش أي مقابل، الدكاترة كلهم هنا موجودين عشان راحة المواطن المصري. جيت ناقصت السكر وكتبوا لي علاج للعينين عشان أنا بنهج وعصبي وجعاني من السكر، عند السكر شديد. 6 أيام متواصلة يتم خلالها تقديم خدمات طبية تشمل الكشف على الأهالي بالعيادات المتنوعة وعمل الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، إضافة إلى ورش عمل لتعليم السيدات الحرف اليدوية. والله طبعا عيادة البطنة متخصصة في الأمراض البطنة خاصة الأمراض المزمنة، يعني زي أمراض الضغط أمراض السكر، وفي حالات بنشخصها زي أمراض الكلى أمراض القلب، كل حاجة متعلقة بالبطنة تشخيص علاج. إقبال يعني على القافلة كبير وفي حضور كبير وفي تنظيم برضو، ناس قائمين على العمل والتنظيم بشكل كبير، وطبعا بنشكر الناس اللي ماسكين التنظيم واللي مشاركين في هذا التنظيم بيبذلوا مجهود كبير عشان ينظموا الحضور، لان طبعا عدد الناس كبير جدا، استجابه كبيره للقافله، ده ثالث يوم تقريبا وبرضه العدد الحضور كل يوم متزايد. يعني بدانا ازاي نصمم الاشكال وازاي نختار بدايل وازاي نعمل الحرفه دي من خامات بيئيه، يعني ممكن خامات اصلا مستهلكه ممكن نقدر نعمل منها دوت، ازاي نقلل في التكلفة، ازاي نعمل افكار كتير اكتر، وبعد كده بدأنا نشتغل بقى على فكرة الالوان وازاي نشتغل على الالوان والتصميمات والحاجات دي. جينا هنا فتعلمنا الحاجة دي في المدرسة بتاعت بحر البقر وبتاعتنا وجنبنا، تعلمنا في الشغل ده وحاجة حلوة. اللي تعلمناه من مشروع حياة كريمة ان هم علمونا ازاي، مش كنا الاول نعرف يعني ايه زجاج معشق، تعلمنا المدرب علمنا طبعا ازاي نكسر الازاز وازاي ان احنا نشكله وازاي ان احنا مثلا
نعمل نكسر الأزاز ونشكله بحيث أنه يطلع شكل كويس وشكل حلو. كما تتضمن مبادرة أنت الحياة ملتقى توظيفي وندوات توعوية بمخاطر الزواج المبكر والأمراض الفيروسية. مبادرة أنت الحياة التي تنفذ هنا بقرية بحر البقر 2 بمحافظة الشرقية تقام تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهي أولى الخطوات التوعوية التي تبني الإنسان وتستمر حتى 22 من سبتمبر الجاري. سالي سالم، التلفزيون المصري. أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تقديم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للمؤسسة لدعم الطلاب الأكثر احتياجا. يأتي ذلك من خلال تكفل المؤسسة بدفع المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات الدراسية اللازمة بنطاق 20 محافظة الخاصة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية. كما يأتي تقديم الخدمات تزامنا مع عودة المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، حيث حددت المؤسسة مجموعة من المعايير للاستفادة من المبادرة، وفي مقدمتها أن يكون الطالب من خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات مع وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى الارتفاع الكبير لما شهدته مصر في السنوات الأخيرة من نسب ومعدلات الالتحاق بالتعليم العالي. وأشار التقرير إلى أن نسبة الالتحاق من قبل الإناث بالتعليم العالي، حيث أوضح أن التحاقهم بالجامعات الحكومية مثل 55% من إجمالي الملتحقين بالتعليم العالي، وهو ما يسلط الضوء على التقدم المذهل في تعليم الإناث على مدى السنوات القليلة الماضية. في إطار دورها المجتمعي الهام، تطلق المتحدة للخدمات الإعلامية حملة جديدة بعنوان أخلاقنا الجميلة. تستهدف الحملة التأكيد على الأخلاق التي تأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية وحسن المعاملة، وتنطلق الحملة على عدة مراحل عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة. نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة لكلية الآثار جامعة القاهرة في الكشف عن تابوت من حجر الجرانيت الوردية في منطقة آثار سقارة لأحد كبار رجال الدولة في عهد الملك رمسيس الثاني. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أن أهمية هذا الكشف ترجع إلى المناصب الهامة التي كان يشغلها صاحب التابوت، والخاصة بإدارة المعبد الجنائزي للملك رمسيس الثاني بطيبة. الآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. والزميلة رغدة أبو ليلى، إليك رغدة. شكرا لكم دينا فكري وإيمان منصور. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. ذكرت وزارة البترول أنه يتم حاليا ربط منظومة التكرير في شبكة موحدة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول تدار رقميا، وخلال انعقاد الجمعيات العامة لشركة القطاع العام العامرية والإسكندرية للتكرير والبتروكيماويات المصرية، لفت وزير البترول طارق الملا إلى أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات التوسعية بالشركات وفقا للبرامج الزمنية المحددة ووضعها على الإنتاج لتقليل كميات الاستيراد وتعظيم الفوائد التي يتم تصديرها.
ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي بنحو 35% لتسجل 1.44 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2021. وأشار المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى أن صادرات شهر يونيو 2022 حققت زيادة بنسبة 21% لتسجل 244 مليون دولار مقابل 201 مليون دولار في يونيو 2021. وأضاف المجلس أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مقدمة الدول المستوردة من مصر بما قيمته 820 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2022، وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.167 من ألف مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9763 نقطة مرتفعا بنسبة 93% ليغلق عند مستوى 9854 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 2114 نقطة مرتفعا بنسبة 92% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة. وفتح مؤشر EGX100 عند مستوى 3036 نقطة ليرتفع بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 3109 نقاط. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.37 جنيها للشراء و 19.44 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.34 الجنيه الاسترليني 22.3 22.14. الدرهم الإماراتي 25.25. أخيرا الريال السعودي 5.15.17. في أسواق المعادن النفيسة، تراجع سعر الذهب تحت وطأة صعود الدولار ليصل إلى 1661 دولارا للأوقية. محليا، وصل عيار 18 إلى 957 جنيها للجرام، عيار 21 وصل إلى 1116 جنيها، وعيار 24 وصل إلى 1276 جنيها للجرام. أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8928 جنيها. أنهت أسواق الخليج التعاملات على تراجع وسط مخاوف من أن البنوك المركزية حول العالم سترفع مجددا تكلفة الاقتراض لكبح التضخم المرتفع هذا الأسبوع، بما يشمل احتمالات رفع حاد للغاية لأسعار الفائدة بالولايات المتحدة. وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 1.1% مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي. وخسر المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.4%، كذلك تراجع مؤشر أبو ظبي 1%. أما في قطر فقد تراجع المؤشر الرئيسي 1.7% مع هبوط أغلب الأسهم على المؤشر. كما هبط المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 0.7%. في المقابل ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة عمان بنسبة 1.1%. يترقب المستثمرون حول العالم قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة التي يتوقع أن تكون أكثر تشدداً. تواصل تراجع البورصات العالمية يزداد الطريق صعوبة على المستثمرين الذين ينتظرهم اجتماع آخر للفيدرالي الأمريكي يتضمن سياسة نقدية من قبل أهم بنك مركزي في العالم. الاجتماع الذي يعقد الأربعاء المقبل يأتي بالتزامن مع ما يعد تاريخيا أسوأ شهر لعائدات السوق الأسهم الأمريكية، ويتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع في أغسطس. في البورصة الأكبر في العالم
العالم في وول ستريت الأمريكية، مثل الشهر الجاري أضعف أداء شهري لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 منذ خمسينيات القرن الماضي، وذلك بعد هبوطه بأكثر من 2%. ويستعد المتداولون الآن في وول ستريت لرفع آخر في الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى ما بين 3% و 3.25%، ووصولا إلى 4% في نهاية 2022. وتاريخيا يعد النصف الأخير من شهر سبتمبر أحد أصعب الفترات لسوق الأسهم، حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في المتوسط بنسبة 75% في الجزء الثاني من الشهر، لكن النسبة وصلت هذا العام إلى أبعد من ذلك بكثير. كان مسح لبنك أوف أمريكا أظهر أن المستثمرين يفرون من الأسهم فرارا جماعيا جراء شبح الركود، حيث تقف المخصصات للأسهم عند مستويات متدنية قياسية وسط معنويات متشائمة للغاية. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى دينا وإيمان، إليكم. شكرا لك رغدة. يحتفل العالم باليوم العالمي للنظافة لتشجيع وتعزيز قيمة وأهمية النظافة لدى الفرد والمجتمع. وفي مدينة شرم الشيخ نظمت إدارة محميات جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة حملة نظافة لمنطقة محمية نبق بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش الاستعداد لقمة المناخ COP27. في شهر سبتمبر من كل عام يحتفل العالم بيوم النظافة العالمي بهدف تنظيف الكوكب من النفايات، إضافة إلى حل المشاكل البيئية المتمثلة بإزالة الغابات والاحتباس الحراري. واستعداداً لقمة المناخ COP27 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، نظمت إدارة محميات جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة حملة نظافة لمنطقة محمية نبق بمدينة شرم الشيخ. ضمن فعاليات التنظيف احتفالاً بيوم العالمي للتنظيف، في ضوء التحضيرات لمؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ COP27، احنا بنشوف النهاردة مجموعة من الشباب، مجموعة من العاملين في فنادق شرم الشيخ ونبق، كلهم بيتعاونوا يعني يخلوا المحمية ومدينة شرم الشيخ في أبهى صورها، وذلك لتحضير المؤتمر المناخ. الحملة شارك بها عدد كبير من شباب شرم الشيخ المتطوعين والعاملين بفنادق المدينة، حيث قامت الفرق المشاركة بجمع النفايات والأكياس البلاستيكية والزجاجات الفارغة والأوراق من داخل صحراء محمية نبق. دورنا كبني آدمين وكشباب عايش في المكان إن احنا لازم ننظف ونحافظ على البيئة بتاعتنا، عشان ده ليه آثار سلبية كتير قوي. واحنا مبسوطين قوي إن شرم الشيخ اختاروها هي تكون المكان اللي هيقام فيه COP27 نظرا لأهميتها البيئية. احنا بنرفع الوعي البيئي علشان الأجيال، يعني علشان التنمية المستدامة، ازاي احنا نحافظ على الثروات الموجودة ونشيل حق الأجيال الجاية في الثروات الطبيعية الموجودة. بنستهدف البلاستيك، أولويتنا في البلاستيك في اللم من الصحراء، عشان هو اللي بيأذي الزرع أكتر حاجة والكائنات البحرية. وتتضمن الحملة أنشطة متعددة يتعرف من خلالها المشاركون والمتطوعون على مفهوم اليوم العالمي للنظافة وأهمية إعادة التدوير وفصل المخلفات وترشيد الطاقة والمياه وتقليل استخدام المواد البلاستيكية والتعريف بمخاطرها على الحياة البحرية. والآن وقفة مع أخبار الرياضة والساحات الرياضية، نتحول فيها من جديد إلى رغدة أبو ليلى. شكرا لكما إيمان منصور ودينا فكري. والآن فمع الأخبار الرياضية. أهلا بكم من جديد. يواصل المنتخب الوطني السادات لمواجهتي النيجر وليبيريا الوديتين المقرر إقامتهما يومي 23 و27 من سبتمبر الجاري. ووصل الثلاثي أحمد حسن كوكا المحترف بصفوف ألانيا سبور التركي وطارق حامد وأحمد حجازي لاعبا فريق اتحاد جدة السعودي إلى معسكر منتخب الفراعنة المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية. يواصل المنتخب الأولمبي تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي استعداداته لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. ينتظم المنتخب الأولمبي بمعسكره بالإسكندرية منذ الخميس الماضي، حيث تدرب من الخميس إلى الأحد بملعب فاركو، بينما تقرر اليوم نقل تدريبات إلى استاد المكس.
هذا وانضم اليوم أحمد شريف لاعب نادي فاركو إلى معسكر المنتخب الأولمبي بالإسكندرية قادما من معسكر المنتخب الأول. واصل الأهلي تحضيراته للموسم الجديد بمران مسائي على ملعب التاتش تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر، استعدادا لمواجهة الاتحاد المستري التونسي في دور 32 بدوري أبطال إفريقيا. حرص مارسيل كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، عقبها الاجتماع بجهازه المعاون، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية التي يجريها بشكل يومي مع معاونيه. هذا وشارك عمر كامل حارس فريق 2006 بالمران مع الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف الذين أدوا تدريباتهم تحت إشراف مدرب الحراس. خرج هوغو لوريس حارس مرمى نادي توتنهام هوتسبير من معسكر منتخب فرنسا بعد تعرضه لإصابة حسب ما أكده الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وقال الاتحاد الفرنسي إن لاريس يعاني من إصابة في الفخذ ستبعده عن مباراتي المنتخب الفرنسي أمام كل من النمسا والدنمارك في بطولة دوري الأمم الأوروبية يومي 22 والخامس 25 من الشهر الحالي. نهاية الأخبار الرياضية، عودة من جديد إلى دينا وإيمان. شكرا لك رغدة. الآن مشاهدينا نتابع الأحوال الجوية، وقفة أخيرة مع رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكم دينا وإيمان. والآن فمع أحوال الطقس. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بالقاهرة، الطقس حار 31-24، الإسكندرية 29-23 مائل للحرارة، مطروح 28-21، بورسعيد 29-24، الإسماعيلية 32-23. ننتقل إلى السويس 31-22، العريش 30-22، طابة 32-24، شرم الشيخ 35-26، الغردقة 35-25. بالنسبة للأقصر 36-22، أسوان 37-25، الوادي الجديد 37-19، شلاتين 34-26، أخيرا حلايب 31-27. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية. أما الآن فمع أبرز لقطة في هذا اليوم.
3, 2, 1, ignition, and liftoff of Starlink 4-34. Go Falcon 9. H1 chamber pressure. Shut down all 9 engines on the Falcon 9's first stage. Stage separation confirmed. Impact startup. Bearing separation confirmed. And there we had main engine cutoff 1, stage separation, and second engine startup 1, followed by fairing deploy. Today marks the third flight for one of these fairing halves and the fourth flight of another. We will attempt to recover both of the fairing halves again to use on a future launch. Stage 1 landing burn. Stage 1 has lit its one engine to prepare for our landing on drone ship. Just read the instructions. مشاهدينا، في ختام نشرتنا هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يوجه بالتعاون مع مجموعة ميرسك لإنشاء شبكة وطنية لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكري يستعرض مع نظيره الهولندي رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. الصين تنتقد تصريحات الرئيس الأمريكي بأن واشنطن ستدافع عن تايوان ضد أي هجوم صيني. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير. ازيك يا دينا؟ ازيك يا إيمان؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. في استثمارات اهو عماله بتتوافد زي موضوع شركه ميرسك ده، موضوع عظيم بالمناسبه. الحمد لله. ورائع يعني. اكيد. لا، الامور مبشره برضو. ان شاء الله. مش كده؟ بالخير. يا مسهل. استاذنكم نبدا فقرتنا. شكرا ليكم.